حضرتك تبقى متواجد معانا، انا بتقل على حضرتك، لكن اتكلمنا على الاهلي، اتكلمنا على بيراميدز، لكن اخد رايك في الزمالك وموقف فرجاني السياسي، خصوصا يعني ان فرجاني الكلام كله ان متجه الى الدوري القطري، وبالتالي يعني راي حضرتك في الموقف الخاص بفرجاني وتاثير فرجاني على نادي الزمالك في حين رحيله من نادي الزمالك. طبعا فرجاني لعيب كبير طبعا، انت شايف نادي الزمالك النهارده الحمد لله الشوط الثاني بالتحديد قدم مباراه كبيره جدا، واللعيبه يعني الموجوده على قدر المسؤوليه، سواء فرجاني استمر طبعا يكون اضافه كبيره، لسه حتى الان الموقف معلق لسه لم يتحدث، بعد ان كان اعلن وشفنا صوره للدحيل وبعدين حدث تراجع زي ما عرفنا من خلال الاعلام المصري ومن خلال تغيير حتى وكيل اللاعب، في امور كثيره بتحصل في لكن اعتقد ان نادي الزمالك والنادي الاهلي الانديه الكبيره في مصر ما تقفش على لاعب ابدا، وفرجاني ساسي اذا كان هو اضاف للزمالك بادائه وتميزه وانضباطه، لكن الزمالك مش هيتوقف على لاعب، لو استمر خير وبركه، ما استمرش الزمالك ما شاء الله يعني الاداء مميز وكارتيرون مدرب مميز، واداره نادي الزمالك طبعا الحاليه اللجنه المؤقته الموجوده برئاسه كابتن حسين لبيب برضو على قدر المسؤوليه، وبداوا يجددوا للونش، وبدانا سمعنا زيزو في الطريق للتجديد، فرجاني ساسي اعاد اكتشاف نفسه في نادي الزمالك وظروف انضمامه للزمالك كلنا عارفينها، واعتقد هو لاعب مميز واتمنى له كل توفيق، يعني انا مش عايز اخد القضيه دي بحساسيه شديده اللي ممكن تاثر على الزملاء الاخرين والترابط الموجود، واتمنى يكون في ليميت للعقود، يعني موضوع التفاوت الكبير في عقود اللاعبين في فرقه واحده ده بيبقى صعب جدا يا كابتن، انت طبعا انت نجم كبير وعارف يعني حتى لو احنا لو في البيت الواحد، يعني انا ما بين ولادي لو بيست حد عن حد صحيح اللي بيتاثر يعني مش بس في الكوره يعني على مستوى الاسر يعني. طيب اتمنى ان شاء الله يعني الزمالك يكمل بنفس هو اللجنه كابتن عامه بخصوص النقطه اللي حضرتك بتثيرها دلوقتي، يعني قررت يعني تحديد سقف بالنسبه للاعبين الاجانب، يعني بالنسبه لراتبهم السنوي، ولا اعتقد يعني بدايه، ولازم حتى الادارات بعد كده اما تيجي يعني تمشي على النهج ده باستمرار، يعني فكره تحديد، لان اما يبقى انا عندي مواردي صعبه او الحصول عليها صعبه، والموارد ان انا اللي عندي ممكن تكون يعني حتى الان محدوده من خلال طبعا رؤيتنا النادي الزمالك الفتره اللي فاتت، لازم انا ما يعني ما اديش فلوس اكتر من اللي انا عندي يعني، وده نقطه مهمه جدا اللجنه. وهو الحقيقه في موروثات من 2004 من 2005 مش من المجلس الاداره السابق ولا من اللجنه السابقه ولا باللجنه الجديده، هو الامور تركه صعبه يا كابتن، يعني اعتقد ان يعني اداره الامور بتتم بشكل جيد وبشكل فيه صالح النادي، وبعدين انت ما عندكش كره قدم بس، انت عندك العاب ثانيه وعندك كره اليد وعندك كره السله وعندك كره طايره وعندك نادي الزمالك صرح كبير في الرياضه المصريه مش بس كره قدم، وبنشوف النتائج اللي في اليد ونشوف نتائج السله، وكان فايزين بكاس مصر في كره طايره من ايام قليله، يعني فنادي الزمالك بشوف الامور يعني ان شاء الله تمشي وتكمل، وشوف طبعا ما يحدث الان من تقديم اقل يعني حاجه لنادي الزمالك من جماهيره اللي بدات تساهم برضو في حل الازمه الماليه، وان شاء الله الامور تتحل يعني بالشكل اللي ما ياثرش على النتائج يعني.